ما بالك إذا كان المتنافسين في هذه المباراة هو البطل ووصيفة في الدوري يتنافس في نصف نهائي بطولة الكأس، ربما مباراة نهائية قبل الأوان قريبة من منطقة جزاء المولدية. الكرة ترسل في الطرف الأيسر، ممكن العرضية داخل المنطقة، حاضرة، خطير، الله يا زيتي، للوفاق محمد زيتي يشعل المدرجات في عمر حمادي. اللون الأسود والأبيض هو من تتعالى صيحاته في المدرجات الآن، ووفاق الصيف أتى الدور على محمد زيتي ليسجل أول الأهداف للمولدية. محمد زيتي إذن يضع الوفاق في المقدمة الآن، لاعب الوفاق والظهير الأيمن للوفاق، الله يا لسرعة الرد، يا خلهم يستانسوا شوي، ما في مجال للفرح، رد سريع، رد رهيب ورد قاسي ربما من المولدية. لاحظ الكرة الماضية لما أخطأ الدفاع في الإبعاد، لم يخطئ أبدا عواج في أن يهز شباك الوفاق لمصلحة الوفاق، الهدف الثاني يأتي لمصلحة الوفاق، يا فوزي يا الشاوشي من كرة ثابتة، يخطئ فوزي الشاوشي ربما في الخروج من مرمى، وفيها هدف ثاني يأتي لمصلحة الوفاق الآن. انطلاقة سريعة الآن لمصلحة وفاق الصيف، 3-2 الكرة تصل في الطرف الأيمن، وفاق الصيف لا يستثمر الفرص التي ترتاح له الآن، كرة ملعوبة، فيها الثالث يأتي، نعم خلاص أساسا سلموا المباراة المولدية، يعني على الرغم من الزيادة العددية وتباطؤ لاعبي وفاق الصيف، لكن لم يأتي أي إسناد للمدافعين من قبل لاعبي المولدية، لأن اللاعبين استهلكوا بدنيا. ووفاق الصيف الآن يسجل الهدف الثالث بفارق هدفين، أعتقد خلاص الآن الأمور حسمت. ملعوب، هدف ثاني للمولدية، لا يستسلم بسهولة المولدية، سيعطي روح أخرى في المباراة، فارق هدف، رأسية ممتازة.